في الواقع التفاصيل أن أطلاق نار تعرض لموكب وزير شؤون النازحين في لبنان صالح الغريب، وقد أصيب مرافقوه الثلاثة وإصابة أحدهم حرجة، حتى أن معلومات تحدثت عن إمكان مقتل هذا المرافق ولكن ليس مؤكدا حتى الآن. ربما هو بحال حرجة جدا جدا، وقد والآن تجرى الترتيبات لنقل المرافقين إلى المستشفى ومحاولة معرفة ما حصل ولما حصل إطلاق النار هذا. معروف أن الوزير صالح الغريب هو قريب من فريق حزب الله، وهو للمرة الأولى يعين وزيرا في هذه الحكومة التي يرأسها الرئيس سعد الحريري، ويتحدث عن خطة لديه لإعادة النازحين إلى سوريا. ولكن لما حصل إطلاق النار عليه في هذا الوقت بالذات؟ طبعا يعني هذا الأمر يطرح الكثير من التساؤلات حول توقيت هذا الأمر، وقد يكون الأمر يعني لا علاقة له بالوضع السياسي اللبناني، ولكن علينا الانتظار لمعرفة لما حصل إطلاق النار وما هي الأسباب والدوافع. طيب على صعيد المعلومات كلودي، يعني متى تحديدا وقع إطلاق النار؟ قبل كم من الدقائق؟ في أي من الأحياء مثلا؟ في منطقة الشوف في جبل لبنان، وقبل قليل من الآن يعني حصل إطلاق النار. سوف أفيدكم بكل تفاصيل فور ورودها، فور اتضاح الصورة أكثر. ماذا تعنين كلودي عندما ذكرت لنا إن من الممكن أن يكون الحادث غير سياسي؟ نحن ننتظر، لا نريد استباق الأمور. فهمت. الغوص في التحليلات. فهمت. ننتظر. فهمت. معرفة تفاصيل هذا الحادث، لما حصل، التوقيت، السبب، لكي نفسر الأمر أكثر. ولكن هذا يعني الآن الحادث هو حادث إطلاق نار. فهمت. الأمر بالطبع خطير، لأن يبدو إطلاق النار كان كثيفا، لأنه تمت إصابة ثلاثة من مرافقي الوزير صالح الغريب. سوف نتحدث لنفيدكم بالتفاصيل أكثر. بالتأكيد كلودي أبي حنا، مراسلة الغد في بيروت، شكرا لك.